مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم واحد الفيديو اللي مختلف، غنديروا واحد الجولة فوق مدينة هيوستن بهالطائرة هذه اللي كتشوفوا بها في الصورة. كما كاين واحد الجول اللي زوين بزاف وغنحاولوا نطيروا هنايا، اول تجربة عندي ديال الطيران بهالطائرة هذه. اليوم غنشوفوا التجربة والله يخرجها بخير وعلى خير. وما تنساوش دعموني بلايك وسبسكرايب في الشانل ديالي باش ديما نجيب لكم الجديد. غنديروا واحد النظره ونحاول نقربكم من هالطائره اللي غنديروا بها الرحله. كيف ما كتشوفوا معي في الصوره، هذه غرفه القياده ديال الطائره. هالطائرة اللي كتشوفوا هي تابعة لمجموعة United Flight Systems، وهذا اللي في الصورة هو البايلوت اللي غنطيرو معاه، كيدير تشكل الطائرة قبل ما نبداو الرحلة. دابا درت البيت ديالي، أشهد لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله. غنبداو دابا الرحلة ديالنا. احنا حاليا كنتواجدوا فوق سبرينغ تكساس.
هذه اللي كتشاهدوا في الصورة هي الجالاريا اريا.
يكون الفيديو ديال اليوم عجبكم وتكونوا قضيتوا معي واحد الوقت اللي زوين. الجولة كانت ممتعة وبقى شداني الطيارة حيت يلا نزلت. وما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب ونشوفكم في فيديو جديد فكرة جديدة. وشكرا على تعليقاتكم وعلى كل شيء اللي درتوه على قبل. وشكرا على التفاعل ديالكم معايا ونشوفكم في موضوع جديد. يلا thank you bye.